عشية الذكرى الثانية لتظاهرات 30 من يونيو، تستيقظ القاهرة على دوي انفجار شديد أودى بحياة هشام بركات النائب العام المصري، وخلف دمارا غير مألوف على الساحة المصرية. قريبا من سور الكلية الحربية بحي النزهة بمصر الجديدة شرق القاهرة، تحرك موكب النائب العام هشام بركات كالمعتاد من منزله قبل أن تنفجر سيارة مفخخة قالت النيابة العامة لاحقا إنها فجرت عن بعد، محدثة دمارا كاملا بسيارة بركات وسيارات موكبه، فضلا عن أضرار بعديد من السيارات المصطفة على جانبي الطريق. روايات بعض شهود العيان تحدثت أيضا عن سيارة انفجرت أولا. كان الصبح كانت الساعة 10:15، كان طالعين العربيات المطاردة بتاعت النائب العام، فلقينا انفجار مرة واحدة بطريقة رهيبة. بس احنا اللي احنا عرفناه ان كانت في عربية كانت واقفة هنا، عربية نيسان، كانت هي دي اللي انفجرت، هي دي اللي ولعت اول حاجة ولعت. ترك الانفجار المروع آثاره على واجهات المباني المجاورة بل وداخل بعضها، مشاهد يخشى معها أن تتجاوز مصر التي لم تهدأ منذ عامين عهد العبوات بدائية الصنع إلى مرحلة جديدة تتصدر فيها السيارات المفخخة. تدهور أمني حاد يختتم به العام الثاني من عهد قال صانعوه إنهم سيوفرون الأمن للمصريين. انتهت حياة النائب العام الذي تولى منصبه عقب انقلاب 3 يوليو لتبدأ حالة ترقب التداعيات المنتظرة جراء حادث كهذا. وقوع الحادث قبل ساعات من نهار 30 يونيو الذي يتداعى فيه رافضو الانقلاب للتظاهر حمل مراقبين على التذكير بتفجير مديرية أمن القاهرة الذي وقع عشية ذكرى ثورة يناير، وما يمكن أن يحمله هذا التزامن اللافت من تسويغ لرفع مستوى القمع الذي يوجه في العادة للمتظاهرين. وبينما أدين الحادث على لسان قوى فاعلة من رافضي الانقلاب كجماعة الإخوان وحزب الوسط، إلا أن الإعلام الرسمي على مدار عامين صنع حالة تلقائية لدى مستقبليه تلصق بالإخوان تحديدا كل ما يقع من عنف حتى لو تبناه غيرهم. رحل النائب العام الذي اتهمت في عهده العدالة المصرية بالانحياز والتسييس الذي خلف آلاف المعتقلين ومئات الأحكام بالإعدام والسجن، ولن يعود إلى مكتبه الذي أثقلته بلاغات الاختفاء القسري والمظالم التي شكا مقدموها من غياب الرد.